انا قصدي يعني ايه اللي خليكي تكلفي نفسك وتشيلي على قلبك كلب عشان محروسه ابو خطوه يعني. انت اللي قلت لي يا محروس مش انا. قلت لك فين؟ في الحلم. ثلاث مرات بنام واحلم بيك وهو هو نفس الحلم. فممكن انت بقى تقول لي انت مين وعايز مني ايه؟ ثلاث ايام يا نهار اسود هطلع لك في الحلم ثلاث ايام ده كابوس ده. مستغرب ليه؟ مش انا لما شفتك في الاسم قلت لي ان انت كمان حلمت بيا؟ حصل اه بس اذا جاب لي جاب يعني اولا عشان تبقى عارفه انا اساسا رايحه مني خالص من زمان يعني بشوف حاجات غريبه وحاجات غريبه بتشوف دي الحمد لله يعني وبعدين يعني انت انما زي القمر ما شاء الله ف اللي يشوف الوش ده وما يلزقش في خياله يبقى ما بيشوفش يعني. وانت ايه يا محروس؟ ما تتكلم. شايف نفسك وحش للدرجه دي؟ لا مش نظرتي وحشه. هو ايه الموضوع؟ مفيش لا موضوع ولا حاجه. انا بس كنت عايزه اقول لك اني بفهم كويس في تفسير الاحلام. لا يا شيخ. ايوه. وإن الموضوع ملوش علاقة بالحلاوة والوحشة ده حلم مكان بتتلاقي فيه الروح. الروح؟ بالظبط بالظبط هو ده اللي حصل بيني وبينك. أنا محتاجة لك يا محروسة. لا أقصد يعني إنه إحنا الاتنين في أزمة ومحتاجين لبعض وروحك هي اللي نادها لي. بس كعبة الشريفة صح هو ده الحوار بالملي. شو قلت لك؟ محروسة أنا سألت عنك كتير وعرفت إنك في أزمة وأزمة كبيرة قوي كمان. أيوه ده اللي أنا فهمته من الحلم إن أنا في أزمة إنما إيه الأزمة فما فهمتش في الحقيقة. إزاي مش عارف وأنت عايش جواها؟ عايش جواها؟ عايش جواها فين؟ القصر يا محروس. القصر اللي انت عايش فيه ده اكبر ازمه. تيموريا كان يا محروس اللي مشغلك عنده ده اكبر سفاح جابته مصر من 50 سنه. الله يا جو حلو قوي الهتلر ده. اه هايل خفيف ها فظيع. ده بقى الـ AK-47 حلو رقم ده الكولكشن الجديد كله. الله الله كده كويس ده كمان كويس قوي ده قوي. اهم حاجه يبقى السهل يشيله. لا الحاجات دي بتتشحن في ثانيه ما حدش بيحس بيها. يا جو يا ابني انا ما بتكلمش على النقل انا بتكلم على الاستعمال مش عشانك انت تنقله لا على الاستعمالات صح؟ لا سهل جدا في الاستعمال اي حد ممكن يستعمل. برافو 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 يا جو. الميزه كانت ايه؟ انت تحلم بس وسيب لنا الباقي. طب قول لي تفاصيل ايه بقى؟ هنستلم في اسطنبول ونسلم في بنغازي. الكريدت هيظهر عندي بمجرد دخول الشحنه المياه الدوليه اللي باقي بنص ساعه بالظبط. تامينك ايه؟ هيبقى تاني. كل حاجه محسوبه بالثانيه مع احتمالات الخطا والمفاجات طبعا. بص بقى يا سيدي احنا هنبدا من اسطنبول. من اسطنبول تاجر سلاح مش اكتر ومش تاجر عادي كمان ده تقريبا عمده تجار السلاح في الشرق الاوسط. المفروض انه تاجر شرعي لكن الحقيقه ان الرخصه الشرعيه دي مجرد شماعه مش اكتر. الصفقات الحقيقيه واللي عمل لها الثوره العظيمه دي كلها شمال. بيشتري من بره ويورد لمناطق الحرب والارهاب في مصر وسوريا وليبيا وحتى اليمن والسودان. والقصر اللي انت شايفه ده محروس ترسانه متامنه من كل حته. مفيش مخلوق غريب بيقدر يدخله ويعرف اسرار وتفاصيل الناس اللي فيه. حتى الحكومه نفسها مسقطه المكان ده من حساباتها وشايله ايديها عنه. كلهم عارفين ان قصر تيموريا كان وعيلته عباره عن بيت اشباح اللي هيقرب منه هيتحرق. محدش يقدر يخش القصر ده ويعيش ويتعامل غيرك انت يا محروس. انت بس. انا حاسه بيك يا محروس وعارفه ان الصدمه تقيله ومزعجه عليك. انت راجل طيب ومسالم وبتحب الناس كلها وعارفه انه صعب تلاقي نفسك في حفره نار زي دي
صعبة قوي، مش صعبة بس أنا همشي معاك يا سلمى. أنا بعت لي شقاعات في المنطقة دي. لا تمشي فين؟ وأنا كنت بكشف لك سري عشان تمشي؟ أنت عايز أنا أقعد مع عصابة زي دي؟ سيبك من العصابة يا محروس، فكر وجودك هنا بيساعد الناس قد إيه وبيحميهم. طيب محروس، بس أنا كنت عايزة أقول لك إنه أستاذة أستكل، أنا مجرم، أنا مجرم شغال مع الناس دي. اكتبي حضرتك، أنا شغال مع الناس دي في أي مصايب بقى، مخدرات، سلاح، اللي تحبيه. لا أنت راجل كويس، أنا عارفة إن أنت راجل كويس. لا أنت يا سعادتك ما تعرفيش أي حاجة، لا مؤاخذة، أنت غبية وقلبك ظلم. الله يبارك لك يا ست، الله يبارك لك، الله يبارك لك. سعيكم مشكور، شكرا قوي. اتفضل حضرتك، أنا مش عايز أشوفك تاني، مش عايز أشوفك تاني. حسب الله ربك، حسب الله ربك يا رب. سمحتي؟ أيوة خير. في أنت إيه؟ دلال؟ لا لا لا، أيوة أيوة يا باشا أنا دلال، بس معلش أصلي اتخضيت. تعالي معايا. أجي معاك على فين؟ هو انا كان مقبوض عليا ولا مقبوض عليا؟ اهدي اهدي يا دلال وركزي شويه. الباشا اللي عايز يشوفك دلوقتي خلقه ضيق، خلقه ضيق، واضح؟ باشا، باشا مين يا بيه؟ تعالي ورايا. هاجي وراك، مش وراك دي. خير يا باشا، كيف الله شر؟ حضرتك عايزني في حاجه؟ سيبنا قربي. انت خايفة ولا ايه؟ لا، واخاف من ايه؟ اديني قربت اهو. هي عظيم، ما عظيم اللي ربنا سعادتك يعني. وحضرتك يعني ممكن تقول في ايه؟ عشان انا بصراحة عندي غسيل. حلو الجو ده. وبعدين بقى في الوقعة المنيلة دي يا باشا، هو في ايه حضرتك وغوشتني؟ جرايه دلال، انت بقالك ساعتين قاعده مع محروس جوه، مش قادره تقفي معايا خمس دقايق. لا محروس ايه حضرتك، فهمت غلط والله. انا بس كنت ببلغه سلام اهل الحاره والناس، هو بصراحه اللي قاعد يرغي ويقولي سلمي عليهم واحد واحد. طب ما هو ده اللي انا عايزه بالظبط. اللي هو ايه سعادتك؟ بص يا دلال، انا بحب الناس الغلابه وبحب اخدمهم. اللي عنده مشكله، اللي عيانه مش لاقي مصاريف العلاج كده يعني. طيب سيادتك مش تقول كده من الصبح؟ لا حضرتك اطمن، كلهم معفنين وسافين التراب. طب امسك ده الكارت بتاعي، نقي اتنين تلاتة كده غلابة وكلميني في اي وقت وانا هظبطها. ماشي يا باشا، كتر خيرك، عن اذنك. العوافية ست هانة. تطلع ايه دي كمان؟ دي بنت غلبانة ساكنة مع محروس في الحتة. انتوا عايزين تجننوني مش كده؟ اختك تجوزي محروس وتعمل معاه ليله حمراء، وحضرتك جايب بنت حتته عشان تعاكسها هنا. فيها شوشو بس مالك؟ في ايه؟ بص بقى، لو عاجبينك الغجر دول امشي من هنا وروح اقعد في حاره الدراويش بلا قرف.